بالوقف على المسار التنموي، لأنه عنده علاقة بما يدور في الساحة السياسية. هناك بعض الأحزاب السياسية، التي أو واحد الحزب مباشرة، لأنه هنا ما كينفعش غير المباشر، خص المباشر باش كيفهم، لأنه العقل ديالو تتكيف، ما كيقدرش يستوعب هادشي اللي كنديرو. فكيوقف في الرسالة وكيقول الديمقراطية، كما قال السيد الحجاج، الديمقراطية هي الأغلبية هي المعارضة، أغلبية خدامة، لكن ما هو من الذي أخلى بهذا التوازن الديمقراطي بين الأغلبية والمعارضة؟ وما عرفش كيف شغالاتو، علاش؟ لأن التاريخ توقف عنده في عام 1991 قبل سقوط جدار برلين. ويعتقد أن السياسة لا زالت في مفهومها التقليدي الكلاسيكي القديم هو الصراع من أجل الكرسي. تجمع بالدرع السيد الرئيس بين مسار التنمية، الوظيفة السياسية للنخب السياسية في القرن 21 هي إنتاج التنمية، ليس الصراع من أجل الكرسي، أن أكون في الأغلبية أو أن أكون في المعارضة. الذي يوجد في المعارضة له وظيفة في التنمية، والذي يوجد في الأغلبية له وظيفة تنفيذ هذه التنمية. التجمع قفز بالفكر الإيديولوجي ديالو وفاق في القرن 21، وهنا كاين الصعوبة باش تفهم أنه المفاهيم لا زالت تقليدية، حنا تقدمنا في المفاهيم ديالنا، إذا ما يمكنناش نبقاو حنا حديثي الماضي. بدات العملية في التنمية السياسية، السي محمد الكوجا تكلم على التنمية السياسية بين حقوق الحريات الديمقراطية، تنظيم انتخابات في وقتها، التدبير الحر كما قال سي عبد الله الغازي، مجموعة من الميكانيزمات التي تسهل التنمية السياسية، وتجاوزناها المرحلة وتجاوزناها بأكثر في الدستور 2011، دستور متقدم يضمن حقوق الحريات للجميع، وآخر شيء كنا نتكلموا عليه هو تكليف جلالة الملك نصر الله السيد رئيس الحكومة بالرسالة، هذا شرف في التجمع الوطني للأحرار، كانت الرسالة الأولى ديال مراجعة مدونة الأسرة، تعطاتش رئيس الحكومة، هذه تعطات رئيس الحكومة. ونتمنى أن ننجح في هذا الورش، وسننجح فيه إن شاء الله لتكملة التنمية السياسية. التنمية الاقتصادية بلادنا كنشوفو السيد الرئيس وأنا داخل مدينة أكادير، وكرئيس جماعة سابق وعندي واحد العين ديال عندي الكريتيك ديال النقد، ونحكي لكم واحد بين قوسين، 2003 السيد الرئيس كان رئيس الجهة، كان رئيس بلدية تطوان، السيد الرئيس عمل واحد البرنامج ديال تنمية الجهة، عيطوا في التليفون، وصلتني نسخة، وصلتني نسخة حتى للمكتب، ما عرفتش السيد الرئيس باقي عاقل عليا ولا ما عرفتش، ونقلت داكشي اللي دار السيد الرئيس في أكادير في الجهة، ودرتو في تطوان. واليوم كندخل كنشوف شوارع نظافه مناطق خضراء، أكادير تبدلات هنا في خلال سنتين. هذا هو الفائد السياسي التجمعي، هو الذي يغير معالم الحياه. التنميه الاقتصاديه اليوم كنشوفوا البارح السيد الرئيس راس اجتماع ديال الخطوط الملكية المغربية لضمان النقد، الإخوان جاو من وجدة لأكادير، الإخوان جاو من الرباط لأكادير في الطائرات في الكوفيد، تعنا الطائرات أو باعوا الطائرات، ما بيناش باش نكتب شي حاجة، باعوا الطائرات ما قدروش شي واجب الأسماء. خطة المغرب الأخضر دارت القيمة ديالو فين بعد كوفيد.
قيمة المخطط الوطني الأخضر، كيفاش تسوق الأسواق أو السوق الوطنية والأسواق الدولية. هذا اللي يبغى يكتب وبغى ينتقد مرحبا، ولكن كنت شوية المستقبل تخيلوا معايا لو كانت السدود تمات كاملة فوق واش كنا غادي نعيشوا الحزن دابا؟ واش كنا هذه الفلوس الأموال للتعبئات باش تحل الإشكالات ديال النقل المياه من سد إلى سد؟ كنا غنديروا بها حاجة واحدة أخرى. يريدون أن يلصقوا فشلهم على ظهر التجمع ولكن الأوضاع غير أخلاقية حكومية، لا، كيبقى التنمية السياسية، التنمية الاقتصادية، المجتمع، إنسان، شكون يهضر معاه؟ شكون يتكلم مع الإنسان؟ من الذي تحاور مع الإنسان؟ أنا الحوار الاجتماعي ما بغيتش نختازلو في النقاش مع النقابات، بغي نوسعو، من الذي تكلم مع المواطن المغربي وقال أنت ما عندكش، أنا غنعطيك 500 درهم، أنت ما عندكش، غادي ندير الصحة. كنا كنتذكروا سابقا كيفاش كانت الامهات او النساء الحوامل كانوا كيموتوا ما وصلوش للسبيطار. هل وقع حدث مثل هذا في اهل هذه الحكومه؟ كيمشي للسبيطار ما كيبقاش الرونديفو، كنعقل على الاسئله الشفويه في البرلمان، كيتكلموا مع وزير الصحه كيقول له راه ودي الموعد باش نعمل عمليه، هو غادي يموت في 6 شهور ولا الطبيبه تموت في 6 شهور، ولكن ندير له العمليه على عامين، حتى يعطي موعد دياليز الى غير ذلك. اسمحوا لي كان بالصبر بهذه البساطه، هذا هو الحوار، هذه التنميه الاجتماعيه. السيد رئيس الحكومه فهم بانه ما يمكنش البلاد تقدم، ما يمكنش البلاد تقدم بتنميه واحده، بتنمية اقتصادية، بتنمية سياسية، وبتنمية اجتماعية اللي كتعطينا مسار التنمية. شكون اللي غادي ينفذ هذا الشيء؟ كيف يتم تنفيذه؟ الإخوان كيقولوا السيد رئيس الحكومة قدم نصف الحصيلة. أنا كنقول لا، قدم ربع الحصيلة. نصف الحصيلة كتوقف عند 2026. والنصف الآخر من 26 من 32. هادشي في الفريق كان قاعدين نقاش مع الاخوان في الفريق التجمع في البرلمان في البدايه، واحد الحماس، كيفاش نعطينا وعود وباقي ما درناش وكذا. شفنا بالعقل ماشي بالعاطفه، ماشي بال يعني بالارتجاليه. انتم كتشوفوا الارتجاليه شنو عرضات، هرست الى الديمقراطيه، قتلات المعارضه، بعض الاحزاب المعارضه ميته، بكادنا خلاتش ذاك التوازن باش يكون ذاك النقاش في المستوى الذي نتحدث به نحن كرؤساء وكحكومه وكاحزابيين. قتلونا الشكليات، يريدون شي حاجه غير متوازن. 2011 هذا الكلام دائما كنقولو، غادي نبقى نكررو، لانني اؤمن بالمؤسسات. خلق الدستور ديالنا خلق التوازنات الكافية كاملة، وكل واحد عنده الكلمات في المجتمع. عندك السيد رئيس الحكومة غادي يدير العرض ديال الحصيلة الحكومية، ما غنقولش نص، ربع الحصيلة الحكومية باش يخدمها. ناضت أصوات، شي كيغوت على برا، شي باغي يدير شي حاجة، ما نشكر على برا، ما نشكر على داكشي اللي بغا يديرو الداخل. قدم السيد الرئيس العرض الرائع، شفناه جميل. من بعد فتحنا النقاش، علاش نريد نرد داخل السيد رئيس الحكومه قبل باش يدير المناقشه، لا يتحرك. انا هنا انا معاك، قول له شنو ما يشوفوش، مستعدين نصفقوا. كنا كنتظروا ان غادي يشوفوا لينا واحد المجموعة ديال القضايا يمكن الحكومة ما تقدمتش فيها، مع الأسف مشاو للشكليات وخرجوا، اللي فشلوا الداخل خرجوا على برا.
تحريف النقاش من المؤسسات هي فوضى، والفوضى ليست هي الديمقراطية. فرق بين الفوضى والديمقراطية، هناك فرق. نحن نؤمن بالقانون ونؤمن بالمؤسسات. اليوم هذا اللقاء ديالنا هو لقاء مؤسساتي. هذا الكلام اللي شرحتو سادات السادة الرؤساء، عندكم هواجس على مستوى المحلة، الواحد باغي يدير التنمية ديالو من طرق، من خدمات محلية إلى غير ذلك. لكن هذه الجماعة التي تترأس واش ما فيهاش مواطنين يستافدوا من الصحة، يستافدوا من التعليم، يستافدوا من الدعم الاجتماعي، فيها كذلك. لذلك هناك واحد تواصل ما بين البرنامج الذي ينجز على مستوى المركز والاستفادة على مستوى المحلي. الآن هو كيفاش نكملوا هذاك النقص الحاصل، هذا هو الدور الذي بشكل عقلاني، بشكل عقلاني يسمح لنا باش نجزوا الأعمال ديالنا. سيدة السادة، الرسالة اللي خرجت واللي كنتأسف لها، عطى الرسول صلاحية، هي السياسية، عطى الرسول صلاحية باش يتكلم في كل شيء. الالتزامات ديالنا واضحة، المرجعية ديالنا هو البرلمان الحكومي، المرجعية ديالنا هو الانتخابات، هو الحملة الانتخابية، برنامج انتخابي. نتحاسبوا على هذا الشيء، حوايج آخرين اللي حنا ما التزمناش بهم، علاش ما نصدقوا لينا في ظهرنا؟ لتبرير الفشل ديالو اللي كان هو في الظلمة، لأن هو اللي فشل، ما بناش السبل، هو اللي خلى العطش فيهم، هو اللي عطل الآلة ديال مخطط المغرب الأخضر، ما فيها التحية إلى غير ذلك. اليوم أنتم كرؤساء، شكون ما عندوش مشكل مع البورطا ميناجمون؟ من الذي كان يسير تلك الوزارة؟ شكون ما عندوش مشكل مع البورطا ميناجمون؟ كلكم عندكم مشاكل مع البورطا ميناجمون، كلكم عندكم مشاكل مع ليزاجونس يوربان، كلكم عندكم مشاكل مع الرخاص، شكون اللي كان وزير ذاك الساعة في الإسكان الثاني؟ أنتم كتعانوا لأن ما دارش خدمتوا في الوقت. لو كان دخلت في الوقت ما كنتوش غادي تعاني من هذه الاشكالات، خصو غادوزو في حوايج اخرى. اليوم كضيعوا وقتكم باش تحلوا مشاكل المسطريه اللي هو كان السبب ديالها. مشاو الصحه في واحد النهار، في واحد اللجنه ديال الاجتماعيه، جا واحد وزير الصحه، مشيت حضرت انا ديك الساعه كنت راه في المعارضه، تجمع تاع المعارضة، بديت كنسمع التصور ديال الدوسيير، كنت فرحان انه طويل امين، وكنطلب منه دابا كنطلب منه السماحة لانه هو شرح لي ديال الرئيس ديالو، ما عندي ما ندير، ولكن انا كنتكلم عن المؤسسات الحزبية الغالب النهار. جلسنا ديالو كنسمع شنو التصور ديالو لاصلاح منظومة الصحة، قال كان غنشد واحد لومبيلونس غادي نصلح واحد الباب في واحد المستوصف. من بعد هذا اي واحد يدير هذا العمل، التصور العام واش عنده مفهوم ديال التنميه، ديال مسار التنميه ما كانش عنده. وقعت الصحه معلقه منذ ذلك الوقت، وتعاقبوا عليها نفس الهيئه السياسيه الى اليوم. هذه الصحه لانه السيد الرئيس اول حاجه وصل اثنين وعشرين مفصول، هذا الشيء غير باش يبدا التفعيل، زائد القوانين اللي دوزنا، زائد الامكانيات الماليه. اليوم المواطن له الحق ان يلج الصحه في القطاع الخاص وفي القطاع العام على قدم المساواه بدون اي اشكال. الى طولت غادي نزيد، غادي نجبد شي حوايج اللي هما كيألموا، ولكن اعتقد يكفي. الى كنت مضطر نهبط المستوى باش نجاوبو، ولكن مضطر لأنه هاد شي واحد كنصب راسو فوق الجميع، كيقول لك أنا اللي فاهم، تبقى أقول لكم ما فاهمينش.
السياسه قريب الجو نقول له الا كنت فاهم كنت تخرج لي البوندا ميناجمون وراه اليوم حنا مشينا حاجه اخرى كنت تصوب الصحه كنت تبني السدود كنت تدير المحطات ديال التحليه هذو هما القطاعات اللي كنت مسؤول عليها ولكن الخاتمه انه دوك الناس اللي خرج فيهم بيان ملكي اللي ما عمرنا نتحملوا شي مسؤوليه مستقبلا لان الاخبار هذه اللي داروا هي الحراك سيبان المشاكل المشاريع شكرا.